أنا بس السؤال السائل بتاع كينيا اللي فيما يخص التعاون، أنا عايز أقولك إن إحنا بننظر للإرهاب في قارتنا الأفريقية على أنه أحد أهم الأخطار اللي بتقابل استقرار القارة وتقدمها، وبالتالي إحنا محتاجين نتعاون أولا عشان يتم التغلب عليه، وبالتالي لما يحصل استقرار في دولنا الأفريقية بالكامل. إحنا بنتكلم على دول الساحل والصحراء، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على احيانا على كينيا، ومره كان خلال برضو الاسابيع او الشهور الاخيره في اوغندا. يعني الارهاب آفة يعني مدمره لمستقبل الشعوب، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون مع كل اشقائنا في افريقيا من اجل التصدي لهذه الظاهرة، واحنا مستعدين نعمل ده. وعندنا هنا مركز في مصر قادر على ان هو يقوم بعمليات التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحه الارهاب. وبالتالي الإجابة على السؤال أيوة، احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نعمله عشان ايه؟ عشان الإرهاب بيستخدم كأداة لتدمير وتخريب مستقبل الدول، وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع.